الله يعني يستمر الشعب المصري كله شعب واعي وشعب عظيم ومدرك ان فعلا صوته امانه ولازم ينزل يعني عشان نكمل المسيره ونكمل كل الانجازات اللي احنا يعني كده. النهارده اليوم الثاني حضرتك شفت المشهد ازاي؟ يعني انت بتتكلم مني النهارده كمان قدام من 9 رجل اللي هو شفت المشهد ازاي؟ لا كان مشهد منظم ومتميز جدا زي ما قلت لك، وفيه وعي يعني عدد قليل كبير شفناه امبارح على مدار اليوم امبارح والنهارده من بدايته بيؤكد ان الشعب المصري ليه الوعي كبير جدا ومر الحقيقه بظروف كثيره جدا زودت من هذا الوعي وزودت من ايمانه الشديد بان كل الانجازات اللي تمت دي لابد ان هي تستمر ولابد ان هو يكون يعني زي ما يجب ان هو يساهم في الانجازات الماضيه ان هو ايضا نكمل المسيره للفتره الجايه. فيعني لابد دايما الانتخابات ملحمه جميله بيشارك فيها كل بيشارك فيها الشعب المصري ونجاحها بيبقى بوجود الشعب ونجاحها بوجود الشعب وخاطرته ومشاركته وايجابيته في العمليه الانتخابيه. هل المناخ الاقتصادي دائما هو المحرك الرئيسي للناس؟ حضرتك بقى شايفه ان هذا المناخ الاقتصادي لا ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن، العالم كله تحدي يعني مش مصر بس، العالم كله بيمر بتحدي كبير جدا ويعني الحمد لله ان احنا يعني بشهاده الكويسات الدوليه رغم كل الظروف دي قادرين ان احنا نمر بحرص وبحكمه شديده في ملفات كثيره جدا. طبعا يعني احنا جزء من العالم اللي بنتاثر بيه وبنؤثر فيه فلابد ان احنا برضه نراعي هذا ويعني ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن واحسن ان شاء الله. لا الحقيقه بقى احب اقول ان احنا النهارده قمنا بانجازات كثيره جدا الفترات السنوات الماضيه انجازات ملموسه في كل الملفات الحقيقه مش ملف واحد يعني بيتكلم على البنيه التحتيه بيتكلم على التعليم بيتكلم على الجامعات بيتكلم على صحه ومستشفيات ومراكز طبيه بيتكلم على زراعه بيتكلم على صناعه فالحقيقه في انجازات في ملفات كثيره جدا. انا مقدره جدا ان التضخم وتاثيره على المواطن تضخم عالي وده له تاثير ولكن بتكاتف المواطنين كلنا مع بعض تجار ومواطن وبوعي المواطن وبترشيده في يعني تعاملاته وايضا وعي التاج في حرصه على ان الفتره دي كلها تمر بسلام محتاجه تكاتف الجميع فيعني انا مدركه ومقدره ولكن احنا محتاجين ان احنا نكمل قدر الانجازات اللي تم بيتم في انجازات لازم تكمل وان شاء الله الفتره الجايه زي تبقى دايما احسن واحسن ان شاء الله. الحقيقه ان خطه الاصلاح الهيكلي للدوله المصريه قايمه على توطين الصناعه والاهتمام بالزراعه والقطاع الزراعي، بنتكلم على الاقتصاد الحقيقي. فده كان موجود في الخطه الاساسيه بتاعت الدوله، ولكن طبعا تركيز شديد اكثر لان عندنا منتجات للخلايا الانتاجيه بنستوردها، الانتاج ممكن مع التعاون مع التجار مع الصناع نستطيع ان احنا فعلا ان احنا نعلي من جودتها ونقدر ان احنا نستغني عن المدخلات الانتاجيه. شكرا.